على شيخ شكرا على شيخ صحه الله يسلم الله أول شيء أهلا وسهلا بكم إن شاء الله نبيكم هاي أول زيارة تجونا والله إحنا يا جماعة ما مقصرين لكن إحنا كم صعب إن شاء الله من منطلق شجرة لكل مواطن التي أطلقها مجلس محافظة نينوى. نحن اليوم في ناحية القوش، تم تبرع 1000 شجرة من المجلس لهذه الناحية، وأشكر الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني هم تبرعوا 1000 شجرة إلى مركز الناحية، وإن شاء الله هذه الحملة مستمرة في عموم محافظة نينوى. مشكور رئيس المجلس حضوره في ناحية القوش للبدء بحملة التشجير في عموم محافظة نينوى. اليوم كان الدور إلى ناحية القوش، تبرع المجلس 1000 شجرة، وتبرع الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا 1000 شجرة للناحية، وباشرنا في زراعتها، وإن شاء الله تكون أشجار خير للمنطقة للمساعدة على محاربة التغير المناخي والتصحر الذي يصير بالمنطقة. نينوى بحاجة وكل العراق بحاجة، لكن من منطلق المسؤولية في نينوى، نحن بلشنا في نينوى هذا الأمر، وننتظر من باقي المحافظات أيضا على نفس النهج بأنه يبلشون في عملية زراعة الأشجار في عموم العراق. حضرنا اليوم إلى ناحية القوش برفقة سيد الرئيس مجلس محافظة نينوى الدكتور أحمد الحاصوت وأعضاء مجلس محافظة نينوى للقاء ب مدير الناحية ومدراء الدواء الخدمة للاطلاع على سير الخدمات المقدمة لأهالي ناحية القوش وأهم المعوقات والمشاكل تعاني بها الناحية من أجل حلحلتها بالتنسيق مع الحكومة الخدمية المحلية متمثلة بالمحافظة ودوائر الخدمية الأخرى لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المدينة. أيضا كان هنالك حملة لتشجير المدينة ليكون العراق من أحد البلدان المعرضة للتغيرات المناخية من 15 دولة عالميا، هي بدرجة الأولى معرضة للتغيرات المناخية تحدث في المستقبل، خاصة محافظة نينوى وطلعت المحافظة الثانية في العراق من حيث النقاوة والأجواء الصافية بعد محافظة دولوك. نتمنى إن شاء الله أن نعود بالمدينة لنجعلها أجمل مدينة من خلال حملة التشجير وأيضا محاربة التصحر الموجود في العراق بصورة عامة. اليوم انطلقت حملة تشجير الأشجار في ناحية القوش، المبادرة اللي أطلقها دولة رئيس الوزراء السيد محمد شجاع السوداني واللي تبناها عن محافظة نينوى السيد رئيس مجلس محافظة نينوى الدكتور أحمد الحاصوت، ومن منطلق أنه في كل دار أنه يكون أكو شجرة، إن شاء الله في كل دار يكون أكو بها أشجار مو شجرة، وهالشكل راح نقدر نحافظ على طبيعة خلابة في المنطقة ودائمة الخضر، وأكيد ترطيب دائم، نقدر نغير الأجواء من أجواء صفراء إلى أجواء خضراء، وهذا اللي يجعل المظهر أجمل للجميع وبيئة صحية أكثر. شكرا جزيلا، وإن شاء الله هاي 1000 شجرة بعد سنوات تكون آلاف الشجرات.